ايه ده؟ مش كنت تقول ان انتوا جايين عشان اعمل حسابكم؟ اسمع يالا، انا مش هسيبك تبوظ حياتي وحياة اختي بالسهولة دي، انت فاهم؟ والفيديوهات اللي انت عمال تهددنا بيها دي ودين لو حد شافها هروح فيك في 60 داهية. فيديوهات ايه؟ انا ما بعتش فيديوهات لحد. جوزك ادم بي باشا كان عندي هنا امبارح وخد كل الفيديوهات. حلال عليه، هتفرج على كل الفيديوهات دي لوحده بدل المحظوظة. بس كويس قوي ان انت جبت جوه اختك عشان نقعد هنا ونتكلم كلنا ونعرف كل واحد عليه. انا على فكرة ما ضربتش جوجو اختك على ايديها عشان تيجي لي بعد ما انت ما سبتيني وتقولي على كل حاجة كانت ما بينكم. بصراحة هي مش متعبة زيك، احنا في نص ساعة بس تخيلي وصلنا ان احنا ازاي ندمر لك حياتك. اللي انت بتقوله ده الحقيقة. الحقيقة يا سارة، اصل انت لما سبتيني انا كنت متضايق مش عارف اعمل ايه، فضلت افكر ما وصلتش لأي حاجة. جوجو ربنا يخليها لي قالت لي هنعمل ايه بالظبط. انت عايزه رايي؟ ايه معاها حق. انت ازاي تعملي مع اختك كده؟ انا مش قادره اصدق. انا عليكي تشوفيني وانا بتعذب؟ ازاي ما خدتش بالي ان انت ممكن تكوني سبب في اللي بيحصل لي؟ ازاي عرفتي تمثلي عليا بالشطاره دي؟ اتخدعتي فيكي وفي دموعك وخوفك عليا، وكنت بتنزلي من عندي عشان تيجي تقابلي الحيوان ده عشان تكملي خطتكم؟ ليه يا شيخ؟ ده انا عمري في حياتي ما اذيتك. ده انا في عز غلطك كنت واقفه معاكي وفي ظهرك. ازاي انا عليكي تعملي بيا كده؟ ازاي؟ زي ما انت عليكي بالظبط. ما همكيش ان انا كان ممكن اموت وانا بعمل العمليه. العمليه اللي انت اجبرتيني اعملها وانت عارفه ومتاكده اني ما كنتش عايزه اعملها. بس ازاي بقى؟ ازاي الصوره المثاليه اللي انت رسمها للعيله تتهز؟ كان ممكن تقفي جنبي وتساعديني وتخلينا نتجوز. بس انت ما همكيش اي حاجه. ما بقاش يخش عليها الحركات دي خلاص. كل اللي عملتيه في نفسك وملبسهولي انت اللي عملتيه. أنا غلطانة فعلا، كان المفروض أسيبك تحبي واحد مش من مستوانا. مش بس كده، تبقي حامل منه. آه يا جميلة، أنا كنت خايفة على اسمي واسمك واسم العيلة. بس خلاص بح، ما بقاش يفرق معايا مشاعرك، طز فيكي وفي مشاعرك. معلش 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 يا جماعة، أنا آسف. مشاكلكم العائلية دي أنتوا ممكن تحلوها في بيتكم مع كوبايتين شاي كده، أنا عندي طيارة ومتأخر. انت رايح فين؟ انت مش هتمشي من هنا انت وياه غير لما ادم يجي وتقولوا له اللي انت عملتوه فيا. بقول لك ادم جه امبارح وخد كل الفيديوهات. مش هتمشي! يا اما انتوا الاثنين هديكوا 60 داهيه. على فكره بقى انا اكتر واحد عايز ادم يجي هنا، عارفه ليه؟ عشان هنتقم منه قدامكم انتوا الاثنين. فيديو بسيط بس هيتسرب للصحفيين، هيبقى فيه احلى خبر ممكن تسمعوه. لاخر مره يا باسم، لو الفيديوهات دي حد شافها وديني لروح فيك في 60 داهية. تصدق انا خفت منك؟ اه والله انا خفت. خلي بالك من اختك. يلا انت لسه هتعيطي، عيطي تحت. سارة! هتوحشيني!